بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر موقع مصراوي لاستضافتي لهذا الرأي، والحقيقة أنا متعجب من إيقاف هذا المسلسل عن طريق الشركة، لأن عرفت امبارح كأي مواطن زي أي مواطن عادي تقريبا من برنامج الأستاذ أحمد موسى إن الشركة تم إيقاف هذا العمل لحين 1 2 3 4. وأحاول أنا عايز أقول حاجة، رغم إن الاتصالات ما كانتش كتيرة من امبارح للنهاردة، إن هذا هو إيقاف مؤقت، وأطمن الشعب المصري إن شاء الله سنعود التصوير في الأيام القادمة، لكن إحنا منتظرين لآخر واحد ممكن يتحدث أو ينقد بدون علم، وبعد كده هنقول رأينا إحنا بإذن الله. طب حضرتك احنا جايبينك النهارده عشان تقول لنا رايك في الانتقادات اللي اتقالت. الراي في الانتقادات اللي قالت انها انتقادات، انا ما اعرفش الغرض منها ايه. انا اعرف بعض الاشخاص قد يكون عندهم حقد شخصي، انا بقولها بمنتهى الامانه، اشمعنى تم اختياري انا اللي بيدعي انه مرشد، اللي بيدعي انه اثري، اللي بيدعي انه ممثل مبتدئ، وهو للاسف فاشل في المجالات الثلاثه. فانا ما اعرفش يعني سبب الهجمه دي ايه، لان انا عايز احط خطه او خط عريض يتفق عليه جميع الشعب المصري بما فيها اساتذه الاثار، وهي نحن نتحدث عن فتره غامضه بل شديده الغموض والقاتمه، وهي منطقه طيبه في عهد عائله سخن الرعاه. حضرتك لما تيجي تشوف المجتمع المصري منذ ان دخل الاسس مصر، هتلاقي مثلا في الاسره 13 14 في تاريخ عندنا بيسموه امراء اسيوط. امراء اسيوط دول كان ليهم جانب، منطقة بني سويف، منطقة مثلا طيبة اللي هي الأقصر فيها عائلة محاربة، يعني احنا ما كناش ملكة موحدة، واخد بالك؟ الشمال في يد الهكسوس بيحاولوا يغزوا الجنوب وصولا إلى بلاد النوبة، في الفترة دي ظهرت عائلة ساقين الرعاة، ده التاريخ، يعني تيجي نقول عايزين نصوص ساقين الرعاة، ده لا توجد، عايزين نعرف مين أحمس ابن ساقين الرعاة، لا توجد. لكن احمس الملك، وهذا لم يتطرق اليه هذا العمل في رمضان، فده شيء اخر. يعني النهارده الامه مقبره احمس ابن ابانا واحمس ابن نخبت. صدقني والله انا كاسري بقول لكم لا كنا هنعرف احمس ولا كنا هنعرف الهكسوس ولا الحروب التي اقيمت في عهد القائد احمس. زي ما انت حضرتك ملاحظ وجميع الساده المستمعين، نحن نتكلم عن المجاهد المقاتل احمس، وليس اسف وليس الملك احمس. فاذا هناك فرق ما بين هذه الفتره وهذه الفتره. من ضمن الانتقادات برضو اللي انا يعني انا مش قادر افهم يعني هؤلاء الناس فعلا بينتقدوا ايه بالظبط. يجي يقول لك شكل المعابد، يا سيدي منطقه الاقصر في هذا العهد ما لم يكن فيها معابد. منطقه الاقصر في هذا العهد هنتكلم على الغرب كان فيها معبد منتحته، ده من الاسره 11، واخد بالك؟ المعبد ده كان من دورين، حتشبسوت خلف الحجاره من هنا عن طريق المهندس سنموت وعملت معبد الدير البحري اللي هو 3 ادوار، لكن جميع الاحجار الموجوده في معبد حتشبسوت بتخدم معبد منتحته وفيها مقبرتين من الاسره 11. طب ننزل على البر الشرقي، لقينا مقصوره الملك سونسرت اللي بيسموها المقصوره البيضاء، ودي معروضه النهارده في المتحف المفتوح بالكرنك. بخلاف ذلك البحيره المقدسه في الاقصر مع عهد حتمس الثالث، البدون بتاع حور محب رمسيس الثاني، وهلم جرى الى وامن حتب الثالث وبناء الاعمده، معبد الاقصر مثلا اللي انت شايفه ده حضرتك، الكباش دي كلها عن طريق الملك امن حتب الثالث. وكان معاه المهندس امن حتب ابن حابه اللي هو عمل له المعبد بتاع الاقصر، وعمل له المعبد في البر الغربي بتاعه اللي يتبقى منه تمثالي منه. فاذا الاقصر اللي في دماغك دي حضرتك الان في عهد ساقين الرعاة، في عهد احمس المقاتل، لم يعني لا توجد. لان دي كلها حاجات من الاسره 18 19، احنا بنتكلم في اواخر الاسره 17 او في اواخر عصر الاضمحلال. في اواخر عصر الاضمحلال ظهرت حاجه اسمها العائله المحاربه اللي ظهر منها القائد احمس وبداية حروبه ضد الهكسوس بعد مقتل أبيه وأخيه، ثم رجع من لبنان لأنه تواصل حرب من بلاد النوبة حتى سواحل فينيقيا 5 سنوات بالظبط، ومكتوب التسلسل الحرب بتاعها في مقبرة أحمس ابن أبانا، رجع تم تتويجه ملكا على مصر، وهنا بدأنا حقبة جديدة وهي بداية الأسرة 18. فإذا اللي بيجي يقول لك المعابد وشكل المعابد، احنا ما عندناش شكل معابد. خلاص يجي يقول لك اللبس، اللبس هو فين اللبس؟
وبالك اللي انت يعني مثلا واحده جايبه صوره معصيات الملكه نفرتيتي وقصدي نفرتاري وذاك هو ده لبس المراه المصريه. يا ستي مين قال؟ دي لبس احتفالات. يعني ده لبس احتفالات وعليه قصه كام 19. انا بتكلم عن اواخر عصر اضمحلال، بتكلم على القصه 17. فرق هنا قصتين. مين بدايه التطور؟ كان احمس عندما يعني اصبح ملكا بدا في بناء مصر الحديثه. زي اول امبارح مثلا كان حصل نقل المومياوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حفر اسمه في التاريخ، وربنا يديله الصحه والعافيه وينصره على مين يعاديه وينصر المجتمع المصري باكمله. هل ميدان التحرير اللي انت شفته ده اول امبارح في الاحتفاليه العظيمه، هل هو ميدان التحرير بتاع 2011؟ اكيد لا، حصل تطور. الشوارع حصل تطور، الكباري حصل تطور. يبقى اذا مصر الحديثه التي بدأها في عهد الدولة الحديثة كان الملك أحمس إمتى؟ بعد طرده للهكسوس. فالفترة الغامضة دي ما فيش نصوص ثابتة ليها. وعندما لا نجد نصوص ثابتة ليها فإطلق العنان للمخرج والمؤلف والديكور ويعمل اللي هو عايزه بدل ما ما بوظش التاريخ أو أساء إلى التاريخ في أي شيء. فأنا لغاية دلوقتي وبعدين بقول للمجتمع المصري مرة أخرى، أحداث مسلسل أغلبيتها أو كلها ماشية على المحارب المقاتل أحمس طارد الهكسوس وليس الملك أحمس، في فترة شديدة الحلقة شديدة الظلمة ما فيهاش نصوص كثيرة عشان حتى احنا كأثريين نقعد نتجادل مع بعض. طب طالما الموضوع كده، ليه الانتقادات في النهاية الشركة استجابت ليها ووقفت المسلسل؟ يعني طالما ما فيش أخطاء تاريخية، لأنه أوريدي أصلا ما فيش وثائق تاريخية زي ما حضرتك بتقول. نعم. اوكي، طب الشركة استجابت ليه؟ والازياء يا دكتور، يعني حضرتك بتقول انه برضو ما كناش نعرف شكل اصلا وقتهم كانوا عامل ازاي. طب هل ده يعني الازياء المستخدمة حضرتك شايف تصلح لتناول تاريخي من ايام احمس؟ الحقيقة في الفترة الحالكة اللي احنا بنتكلم عليها دي واواخر العهد المظلم هذا تصلح. ليه؟ لان احمس الهكسوس كما في المسلسل بيدوروا عليه عايزين يقتلوه. يعني اذا الاحداث الدراميه، وانا مش بتاع دراما انا بتاع تاريخ، بس وافقت على هذه الاحداث الدراميه. ليه؟ لان احمس زي ما قلت لحضرتك وبقول للمجتمع المصري كان تحت ضغط ان الهكسوس يقبضوا عليه ويقتلوه، لانهم قتلوا ابوه وقتلوا اخوه، فهو عايزينه هو كمان بقى المحارب اللي بيخلي الناس تيجي تتمرن وابتدى ياسس لك جيش. فطبعا لابد ان الهكسوس يدوروا عليه، فاضطر انه يتخفى، فلبس ملابس الرثه. انا بقول لك ملابس لا تاريخ، لا تاريخ بمين؟ ده لا تاريخ بالملك احمس، لا تاريخ بالملك تحتمس، ماشي لا تاريخ بالملك ماشي، لكن انا بتكلم عن احمس الذي الذي يتخفى من الهكسوس او قبض على الهكسوس وهلم جرى. دي اعمال دراميه. وبعدين ما هو الدكتور زي حواس نفسه وهو من هو جه قال في برنامج اي احداث، لو احنا كتبنا على بدايه البرنامج هذه الاحداث دراميه مش عارف لا تبرز مثلا الدور الحقيقي لكذا كذا، انا موافق عليه. طب احنا عاملين كده واتفقت مع كاتب السيناريو على كده ومتفق مع الشركه انها تكتب هذه الاحداث قد في بعضها لا تناسب الاحداث التاريخيه من ناحيه الدراما والحاجات دي، انما من الناحيه الاثريه حضرتك اتفرجت على البرنامج؟ لا. طب اتفرج على البرنامج مثلا كيف ابرزنا الحياه اليوميه في المدرسه، في المحكمه، في الجواز، في المدرسه اللي الاطفال بيتعلموا فيها، المكان اللي كان احمس بيمرن فيه الفلاحين عشان ياسس بيهم جيش، كيفيه استخدام العجله الحربيه، السيوف، الخناجر، كل ده ابراز تاريخي. واللي اول مسلسل بيتعمل في تاريخ الفن المصري كاملا عن الحضارة القديمة. أنا في رأيي الخاص مش عشان أنا واحد من العاملين في هذا المسلسل، أنا صدقني والله أنا لو ألاقي في أي حاجة تمس التاريخ بتاعنا بغلطة واحدة أنا ما كنتش وافقت. إنما ملابس، طب الملابس بتاعت الأسرة 18 واخد بالك حاليا فين أنا في عصر الملال ده؟ وهو راجل متخفي، يعني الناس اللي قالت بدقن يا سيدي ده أحمس متخفي من الهكسوس. فلازم يربي دقنه عشان الهكسوس ما عرفوش ان هو ده ابن سخن الرعب، لابس ملابس رصه لا تليق على واحد من الاسره الحاكمه. لان احنا لو دخلنا في التاريخ الحقيقي سخن الرعب ده كان مجاهد، كان مسيطر على طيبه، عليه سيطره على اسيوط او امراء اسيوط، لا.
عليه سيطره مثلا على الدلتا، لا اللي تبع الهكسوس، فاهمني؟ فاذا دي عائله مقاتله، ما تقارنهاش بالملوك في الاسره 18 او 19، ده مجال تاني خالص. فكون ان احنا نقول الاخطاء التاريخيه، لا لو سمحت دقق الاول في تاريخك انت، دقق في هذه الحقبه المسلمه، طلع لي نص واحد بيقول لك الحياه الاجتماعيه كان شكلها ايه؟ ما كانش في حياه اجتماعيه، انت دوله بلا جيش بلا نظام، فاهمني؟ فاطلق العنان للمخرج وللمؤلف يعمل هو عايزه. فاحنا لم نضر التاريخ في شيء ولم نضر حضارتنا في شيء، لان الدور الاساسي اللي انا كنت قايم بيه والمجهود الكامل ان انا ابرز هذا المواطن المصري المحب لمصر الذي يدعى احمس ابن سقين الرع، مؤسس جيش مصر في دوله ليس لها جيش، مؤسس جيش عظيم من اجل محاربه الهكسوس وطردهم من الوطن، بل ليس من الوطن فقط، بل من ارض كنعان اللي هي فلسطين، وصل الى سواحل فينيقيا عشان يبيد بذرتهم تماما. هذا هو ابراز الدور لاحمس ابن سقين الرع وجيش مصر العظيم، من لا جيش الى جيش عظيم. هذا الجيش تم تطويره الى ان وصلنا الى احد احفاد احمس نفسه من نفس السلاله العائليه، وهو الملك تحتمس الثالث صاحب اكبر امبراطوريه في التاريخ البشري واول امبراطوريه في التاريخ البشري. الشركه المنتجه قالت ان في لجنه تم او هيتم تشكيلها من خبراء اثريين وتاريخيين وعلوم اجتماع وغيره. رايك طالما ما فيش نصوص تاريخيه اللجنه دي هتعمل ايه؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك مع الشركه من امبارح الساعه 8 يمكن جالي اتصال واحد، لكن ما اعرفش ايه. وبعدين هو لو جابوا لجنه اثريه، هو انا اسف يعني، هو انا مش اثري برضه ولا انا مثلا دبلوم صنايعي. وبعدين الناس اللي هتيجي من اللجنه دي، انا واحد عندي هتعمل 61 سنه، يعني من اقدم الاثريين حاليا في مصر، وجميع زملائي ودفعاتي خرجوا على المعاش من سنه ومن سنتين. فاللجنه دي اكيد لجنه زملاء، اكيد ناس انا اعرفهم. يعني كان عليها حديث امبارح مع كبير الاثريين في مصر، وتفهمت في منطقه الدقن دي مثلا، فقال لي والله انت معاك حق. واخبارك ليه؟ لان الاثر العاقل ام متفاهم عندما يتحدث ونتناقش ونتجادل بنصل الى حل مشترك بدون الهيصه الموجوده على الفيسبوك. عندك مثلا الفنان سلامه لما لبس التاج الاحمر ومربي دقنه. الناس يقول لك ازاي يلبس التاج الاحمر تاج الشمال؟ يا جماعه ليه انتوا ما اتفرجتوش على المسلسل واحداثه؟ يعني لما جم قالوا لي الموضوع قلت لهم اقول لكم ايه؟ لبسوه التاج الاحمر، دي حاجه دراميه، ليه؟ صحيح التاج الاحمر تاج الشمال. تمام؟ طيب هو مين اللي داخل يقابله؟ قائد الهكسوس. الدراع اليمين بتاع الملك ابو فيس، فبقول له سلم لي طيبه. خلاص؟ فهو لبس له التاج الاحمر عشان يقول له لا طيبه ولا الشمال يحق لكم، بل انا ملك الجنوب والشمال. فعند في هذا الهكسوسي لبس التاج الاحمر. دي هتفهمها حضرتك ازاي لما تتابع المسلسل والدراما بتاعته. فهمني حضرتك؟ حكايه الدقن، ما احنا قلنا اسره حاكمه وليست اسره ملكيه. وانا بقول النهارده لجميع المجتمع المصري ولجميع الساده الاثريين، الدقن ده مش موضوع نقول عليه مقدس او غير مقدس. في فترات، واقروا الابحاث اللي اتعملت على اللحيه في مصر القديمه، ومنهم رسالات ماجستير عملتها بعض السادات الافاضل الاثريات، ويقول لك في فتره كان بيظهر فيها دقن، في فتره بيختلف فيها دقن. الله، يعني هي الدقن اللي يقول لك دقن يعني ايه دقن مقدسه؟ ما فيش حاجه اسمها دقن مقدسه. دي دقن، واهميه الدقن ليه؟ هل الملك في مصر عندنا مش عنده اسمها دقن التتويج؟ دقن التتويج دي موجوده من عهد الملك مينا لاخر ملك في مصر نختنبه الثاني. نفس الدقن ونفس الشكل اسمها دقن التتويج. ثم في حاجه اسمها في الموت الدقن الازوريه اللي هي الدقن المعكوفه، وازير نفسه كان ليه هذا الدقن. لكن دي مجرد اشكال يا جماعه، ما نحطهاش في الدراسات الاثريه والعقيده والقدسيه يعني احنا يعني بنحمل الحضاره بتاعتنا، ودي دايما كلمتي بقولها، تحميل الحضاري، التحميل الحضاري كتير قوي 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 قوي. فيا ريت اللي بيتكلم في الحاجات دي يرجع ليا، يا سيدي مش مقتنع بيا روح لواحد اثري تاني ويكون متخصص في هذا. لان الاثري عندما تقول انا اثري، هل انت تاريخ قديم ام ترميم ام جريكو روما اسلامي قبطي؟ يعني انت تخصص ايه؟ يعني انا في رايي خاص، ما هل انت شفت الهيصه اللي حصل دي مع الاطباء؟ لا. لان ده بيقول لك انا طبيب عيون، انا طبيب بطنه، انا طبيب قلب، كل واحد بيحترم مهنته رغم ان احنا كلنا اطباء. ما برضه نفس الشيء في الاثريين. يعني النهارده واحد درس جريكو رومر درس الترميم،
ده اكيد انت ما تعرفش التاريخ البسيط اللي انا قلت عليه في دقائق دي، لان انا لو محتاج اشرح ايه هي الحقبه دي انا محتاج حلقات وحلقات. لكن احنا كاثريين انا ملاحظ ان احنا بنحترم بعض جدا، مفيش اي مشاكل. لكن في بعض الاشخاص الاخرى اللي هي لا طايله تكون اثريه ولا طايله تكون مرشده ولا طايله حتى تكون ممثل مبتدئ، يعني مش عايز اقول كلمه كومبارس، هم دول اللي تقريبا عاملين زوبعه على الفيسبوك، ودي اسمها زوبعه في جانب الدوله لا تنصت اليهم. انما زي ما قلت تم ايقافه ليه؟ لا يحق لي ان اتحدث في هذا الامر الى ان تامرني الشركه بالحديث ان شاء الله. طب تم ايقافه لحضرتك ما ينفعش تتكلم، طب عوده المسلسل بقى؟ برضه اما اسال الشركه شوف هنرجع نعاود التصوير امتى ان شاء الله. وانا بقول لحضرتك انا كل ثقه في دوله مصر ان المسلسل ده سيتم اعاده تصويره ان شاء الله في القريب العاجل. عشان كده انا بكلمك وانا مبتسم وعندي ثقه، بس اكثر من كده لو سمحت بلاش اتحدث فيها دلوقتي.